ليو التصوير جول صاروخية يا سلام صاروخية يا سلام قاتلة بكرة الأحلام يعود برشلونة إلى الكرة المضمونة هدف خرافي بركان غليان في مدرجات ملعب الكامب نو بكرة الدلال بكرة الجمال غير معقول بيدرو رودريغيز والكسيس سانشيز والبقية في حالة استرياء برشلونة مشاهدينا الكرام يقوم بأول انفجار أمام كل الجمهور في هذه الديار هدف عالمي هدف غير عادي على ما يقولوا وما يهم خلي يقولوا أشياء من اللي يشكر واللي ذم النتيجة الحالية كتالونية اللقب ينتقل من مدريد إلى برشلونة واللي يرجع بكل قوة إلى الكرة المضمونة هدف من عالم آخر هدف خرافي هدف صاروخي هدف ناري في مباراة نارية بين العملاقين السيناريوهات كل السيناريوهات جابي يوسع جابي بالراس جول 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 فعلا دياغو كودين فعلا دياغو كودين هدف الجدارة أتلتيكو فريق الذهب في قلب برشلونة يقترب من اللقب اشتروا مهارة يا أتلتيكو يا لك من فريق رهيب فريق عجيب جمهور يعيش أجمل عيد صمت رهيب يخيم هنا في مدرجات الكامب نو حقيقة مشاهدينا الكرام هدف غالي هدف يقتل الكتالونيين في مقتل هدف التعادل منذ البداية لم نشاهد تيبو كورتوا ثلاث دقائق كلها هجومات كلها أمور هجومية نارية للفرقة المدريدية وهدف بالراس من القناص دياغو كودين.